شروط جمع التأخير ثلاثة. الآن تكلم عن جمع التقديم، الآن يتكلم عن جمع التأخير. نعم. الأول الترتيب. حتى جمع التأخير لو أخرت الظهر إلى العصر أو أخرت المغرب إلى العشاء، ما تصلي العشاء قبل المغرب ولا تصلي العصر قبل الظهر، وإنما تبدأ بالظهر ثم العصر وتبدأ بالمغرب ثم العشاء. نعم. الثاني نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. نعم، نية الجمع لابد أن تنوي الجمع قبل أن يضيق وقت الأولى. يعني واحد ما صلى المغرب، زين ما صلى المغرب، نقول له يلا صلى المغرب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، لين بقى دقيقتين أذن العشاء، قال له خلاص نجمع. لا، لازم تنوي الجمع قبل أن يخرج وقت يكفيك لصلاتي المغرب، لابد أن تنوي الجمع. لكن هذا الشرط بعض أهل العلم رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما خرج من عرفة إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقت المغرب قطعا، هو طلع من عرفة مع ذا المغرب، صحيح مع غروب الشمس، لما غربت الشمس انطلق إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يقول له الصلاة يا رسول الله، صلاة المغرب بيد العين العشو حين ما صلينا المغرب، قالوا الصلاة، قال الصلاة أمامك، لكن قالها لمن؟ قالها لمن سأله. طيب اللي ما سأل ما نوى الجمع، لأن ينتظر متى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا لي أجل أن نصلي، فهو ما نوى الجمع. هذا الصحابي، أقصد الصحابة الآخرون، ما نوى الجمع، والنبي يقول أمامك حتى دخل عليه وقت العشاء ثم وصل إلى مزدلفة صلى الله عليه وسلم، فهنا ما نوى الجمع وما أنبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يشترط نية الجمع لجمع التأخير. نعم. الثالث بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. إيه نعم، يعني واحد نوى قال إن شاء الله سنجمع جمع تأخير المغرب والعشاء، أذن عليهم المغرب زين، وقالوا للصلاة، قال له سنجمع جمع تأخير إن شاء الله تعالى. ليش تجمع جمع تأخير؟ قال فلان مريض. ليش تجمع؟ مسافرون، مرض كذا. لكن وصلوا إلى زال العذر، يعني زال المرض، وصلوا إلى بلادهم كذا قبل دخول وقت الثانية، نقول هنا خلاص زال الجمع، ما تجمع الآن. يعني أعطيكم مثالا، الآن لو إنسان مسافر مثلا وجاء إلى البلد، وصل يبي قال نجمع العشاء والمغرب جمع تأخير مثلا بالسفر، وصل الكويت الحين كم يأذن العشاء؟ 8 أي، والمغرب 6:30 5 أي نعم، وصل الكويت هنا قال هو في الطائرة قال إن شاء الله سنجمع جمع تأخير إذا وصلنا الكويت إن شاء الله تعالى، ممكن الرحلة تبكر؟ ها؟ ممكن. واحد يقول لي قبل يومين يقول طيارتنا 2:00 من البحرين للكويت، 2:00 الظهر، وصار جونا اللي مسؤولين في المطار يقول رايحين قال الكويت، قال يلا ترى الحين بتطير الطيارة، الطيار ودي يطير مبكر إذا اكتمل العدد بيطير مبكر، يقول طيارة موعدها 2:00 طرنا واحدة، عرفت؟ فهذا مثله مثلا لو كان مخطط انه بيجمع جمع تأخير مثلا المغرب والعشاء، يعني تطير الطيارة مثلا الساعة 7:00 مثلا، قال سأجمع جمع تأخير إذا وصلت الكويت، خلنا نقول من البحرين، يلا طلعنا من البحرين للبحرين، زين؟ والرحلة من البحرين كم 40 دقيقة؟ تقريبا 40 دقيقة، قال خلاص أنا راح أجمع جمع تأخير عشان على ما أوصل الكويت لم أذن علي العشاء سأجمع جمع تأخير، نوى هذا، زين؟ فجأة طيروا الطيارة شنو؟ مبكرا، وصل الكويت 7:00، كم باقي العشاء؟ 1:00، طيب؟ فزال عذر السفر ولا ما زال؟ زال. قال له انا نويت اني اجمع، لا مو بكيفك تصلي المغرب، واضح؟ لانك زال عذر السفر قبل دخول وقت الثانيه، وهذه ينتبه لها بعض الناس الذين يصلونه، خاصه الحين الحمد لله الجناط تاخر زين، فاذا نزلت المطار روح صلى اول شيء اذا ما اذن الوقت الثانيه سواء العصر او العشاء، فاذهب وصل حتى لا يخرج الوقت وتقول انا راح اجمع جمع تاخير، لان الحين زال عذرك، أنا وصلت إلى بلادك، وصلت إلى منزلك، واضح؟ فلا تجمع جمع تأخير، ينتبه لهذا الأمر. نعم.